السلام عليكم، ازي حضراتكم يا جماعه؟ معلش بس هو يعني المره دي الطريقه مختلفه شويه، ان انا بس مسجل فيديو كده صغير لحضراتكم سريعا بس كده. يعني انا بعتذر اولا عن عدم الرد على موضوع الاجازات اللي حضراتكم سالتوني فيها على الجروب، ويعني حد من الامور برضو كلمني، ولكن انا سريعا بس النهارده اتكلمت مع الولاد في موضوع الاجازه، وانا هقول لكم الدردشه انا دردشتها مع الولاد دي كانت هي بناء على ايه. مبدئيا احنا طبعا من اول الكورس ما ابتدانا احنا شغالين، يعني شغالين 2 سيشنز بير ويك، يعني عندنا 2 سيشنز كده بير ويك. طيب من اول السنه لغايه دلوقتي ايه اللي حصل مع الولاد في المنهج؟ الولاد طبعا هم خلصوا يونت 1، دي كانت بتتكلم عن الميكانيكس، اوكي، وفي يونت 2 دي كانت بتتكلم على الثيرمال فيزكس. اجمالي عدد الدروس في اليونت الاولانيه كان تقريبا، عشان لو ما يخونيش العدد، تقريبا هما 9 او 10 10 lessons، اوكي، وفي الثانيه كانوا 6 lessons. الولاد عملوا ايه بقى؟ يعني غير ان هم سمعوا شرح الدروس دي الولاد، وده طبعا حضراتكم ممكن تراجعوه، احنا على مدار كل درس كان بينزل اكزامبل، كان بينزل على كل درس كويز، اوكي، بعد كل 6 lessons كان في 2 ريفيجن سيشنز، تمام، مع الاكزامز هم عملوا 2 exams لغاية دلوقتي، تمام، exam على النص على unit 1 والنص على unit 1 بالكامل. بعد الشغل دوت فيه طبعا الهومورك اللي هو كان daily برضو، اوكي، اللي كان بيحصل. الولاد اشتغلوا في 3 papers كالATM، وانا يعني بقول الولاد هم اللي اشتغلوا، يعني انا مجرد بس كده instructor ليهم او teacher ليهم، هما اللي بيشتغلوا بايديهم في ده شغلهم. مبدئيا بالنسبه لبيبر 1 اللي هي الام سي كيو، الولاد اشتغلوا يعني اون افريج كده بنتكلم في حدود 350 سؤال لبيبر 1 اللي هي المالتيبل تشويس. بيبر 3 اللي هي الاي سي والكويستشنز بقى اللي هي الاستراكشر دي كده، الولاد اشتغلوا 145 سؤال. البيبر 6 اللي هي الالترناتيف تو براكتيكال تقريبا حدود، يعني في حدود مش 30 ل 40 سؤال، انا مش مفتكر بالظبط، ولكن في الحدود دي كلها. طبعا ده كله شغالين ايه، مرتين بس في الاسبوع زي ما احنا قلنا من الاول. الولاد من الواضح انهم اشتغلوا كتير، محدش حس بالكم ده خالص، باستثناء بس مره الواحده اللي انا بعت فيها هوم ورك البيبر وان اللي كان كتير دوت، مجرد بس كانت حصه ريفيجن، كان بعض الناس متخيل هو عقاب للاولاد، ولا كان عقاب ولا حاجه. يعني دي هي الطريقه المتبعه اللي انا بعملها مع الدفعات كلها بشكل عام، يشتغلوا كتير وهم مش حاسين. طريقه يطلق عليها كده في التيتشنج اسمها البيلدنج اب ميثود. فالسلاسه اللي انا شغال بيها دي انا مش عايز افقدها، اوكي. طيب بناء عليه بدانا نتكلم في موضوع الـ 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 الاجازه. بص يا جماعه، احنا لغايه يوم 19/3 اللي جاي تقريبا يبقى معانا في حدود، يعني على ما اتخيل كده من بالاسبوع دوت، يعني لو انا جيت دلوقتي فتحت مع حضراتكم كده الكالندر حالا اهي، بصوا برضو معايا هنا كده، ده الاسبوع اللي احنا شغالين فيه اللي هو يوم 19 دوت. فلو عدينا مع بعض هلاقي ادي اسبوع 2/3 لغاية 5 فبراير اسف، 4/5/6 7 لغاية 5 مارس، 8/9، اوكي، دول 9 اسابيع لغاية يوم 19 مارس. مش عايزين نزود في الكورس بتاعنا عن اليوم ده، اوكي. لو طيب 9 اسابيع، طيب 9 اسابيع دول
يبقى اللي فاضل معانا لغاية يوم 19 مارس احنا فاضل معانا 9 ويكس. في عندنا اتنين اوبشن وحضراتكم ترد عليها فيها، يا اما ان احنا ناخد 2 ويكس اوف، اوكي، وفي الحالة ديت هيبقى الريميننج معانا هو 7 ويكس. انما لو اخدنا 1 ويك اوف يبقى كده احنا فاضل لنا 8. طيب احنا اصلا يعني ايه المطالب مننا او ايه التارجت بتاعنا عشان يخلص؟ اللي مطلوب كالاتي، اللي مطلوب 2 سيشن مراجعه عشان يونت 2، ودي احنا بدأناهم النهارده. اوكي، محتاجين يونت 3 دي 5 ليسونز، يونت 4 دي تقريبا الولاد ما سألتهم قالوا لي تقريبا في حدود 9 ليسونز، يونت 5 ودي 2 ليسونز، وعايزين كمان اتنين ريفيجن بعد يونت 3. يبقى دي هنا 2 و5 7 و9 16، فاضل لنا احنا عايزين 20 حصة. ده كده متبقي عشان الولاد يشتغلوا بنفس الكيفية اللي احنا شرحناها فوق. طيب ال 20 سيشنز دول معنى كده لو انا اشتغلت على البلان الاولانية ان ناخد 2 ويكس اوف وبقالي 7 اسابيع، بمعنى كده هيشتغلوا 3 سيشنز عشان يبقى اجماليهم 21، وبكده احنا مغطيين الشغل احنا عاملينه. او لو احنا اشتغل على ان انا هديهم اسبوع واحد بس، يبقى معنى كده ان انا هاخد 4 اسابيع هشتغلهم حصتين عادي خالص، ويبقى كده ادي 8، واربع اسابيع الباقيين هشتغلهم في 3 حصص، وده يبقى كده 12، ويبقى كده برضو انا كملت ال 20 حصه. فانا كل اللي هترجاه من حضراتكم هنشتغل على الاوبشن الاولاني ان احنا ناخد 2 ويكس اوف، او الاوبشن الثاني ناخد 1 ويك اوف. وبالمناسبه الولاد اختاروا الاوبشن ده عشان طبعا هم مش عايزين ينزلوا 3 ايام في اول. فده بس اللي انا كنت حابب اعرضه مع حضراتكم. معلش المره دي طريقه عرض مختلفه، سامحوني بقى ان هو كمدرس هي الطريقه اللي غصبتني على الشرح بالطريقه دي. بشكركم جدا وبالتوفيق يا رب.